ورحمة الله تعالى وبركاته. سحبت لكم مشاهدين، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. إذن خلال اللقاء الدوري لرئيس الجمهورية مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية بداية هذا الأسبوع، تطرق السيد الرئيس إلى عديد ملفات الراهن الوطني، حيث أخذ الجانب الاقتصادي حيزا هاما من هذا اللقاء. رئيس الجمهورية الذي يولي اهتماما كبيرا للجانب الاقتصادي أكد أن الفعل الاستثماري سيبقى متواصلا، وأن الهدف المسطر هو الوصول إلى 400 مليار دولار كناتج محلي خام نهاية 2026، والمحافظة على نسبة النمو في حدود 4.2% رغم التحديات الاقتصادية. الجبهة الاجتماعية أيضا كانت محور اهتمامات السيد الرئيس من خلال ضبط الأسواق والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن ومواصلة رفع الأجور بنسبة 100%، وهي المشاريع التي تجسد التزامات السيد الرئيس. سنتعرض خلال هذا العدد من ساعة اقتصاد إلى أهم ما تضمنه اللقاء الدوري لرئيس الجمهورية مع عدد من الخبراء والأساتذة. بداية أرحب بالأستاذ كمال ديب، وهو أستاذ جامعي وخبير اقتصادي. أهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا، شكرا على كرم الاستضافة. شكرا جزيلا. كما أرحب بالدكتور هواري تغرسي وخبير اقتصادي وأستاذ جامعي. أهلا بك دكتور. شكرا، بارك الله فيك. شكرا جزيلا. كما أرحب من محطة قسنطينة بالأستاذ مراد كواشي وهو أستاذ جامعي. أهلا بك أستاذ. أهلا بك أخي، وشكر على الدعوة الكريمة. شكرا جزيلا. كما أرحب بالأستاذ بوشامة الشوام وهو أستاذ في الاقتصاد. أهلا بك بروفيسور. شكرا جزيلا سيدي على الاستضافة. شكرا جزيلا. إذا نشرع معك بروفيسور كمال ديب في هذا النقاش. رئيس الجمهورية وبصراحته المعهودة تطرق إلى جملة من المواضيع التي تهم الشأن المحلي وخاصة الشأن الاقتصادي. من بين أهم المواضيع التي تطرق إليها رئيس الجمهورية هو رفع الأجور بنسبة تصل إلى 100% في حدود 2027. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة السيد رئيس الجمهورية كان قد التزم في السنوات السابقة بتحسين القدرة الشرائية والرفع من مداخيل وأجور العمال في الجزائر، وقد شرع في هذه السياسة منذ السنتين السابقتين بزيادة على مستوى أجور الوظيف العمومي بلغت إلى حدود 47%، وهو الآن يلتزم باستكمال ما يتبقى من نسبة 100% وهي حوالي 53% في السنوات المقبلة. هذا الشيء كله يؤدي إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ومحاولة محاربة آثار التضخم على السوق الجزائرية. كل ذلك يتطلب من الجزائر أن ترفع من مداخلها السنوية، سواء بالرفع من ناتج الداخلي الخام لأنه هو الذي يؤدي إلى الزيادة في الثروة عن طريق معدلات نمو إيجابية متواترة، ما يمكنها من أن تلبي التزاماتها في الرفع من أجور العمال في مستقبل السنوات القادمة إن شاء الله. شكرا لك دكتور تغرسي. اليوم رئيس الجمهورية كان دائما يعني اهتمام خاص بتحسين المستوى المعيشي للمواطن، خاصة اليوم الموظفين. رفع أجور الجزائريين اليوم خطوة مهمة جدا، وصفنا كما قال البروفيسور على مراحل 47-53 وتصل إلى رفع الأجور إلى 100%، يعني ضعفت الأجور في حدود 2027. أكيد، لأنه احترام خاصة بالنسبة لي، لأنه كانت وعود مهمة جدا. نظن أنه ارتقى إلى طبعا تفعيل هذه الوعود، وكذلك لأنه مش فقط زيادات، لأنه لا يمكن الحديث عن الزيادات، احنا في لغة الاقتصاد نحكو على الزيادات الإسمية، ولكن لازم إجراءات أخرى. السيد رئيس الجمهورية راح طبعا لها هي إشكالية الرسوم اللي كانت موجودة والضرائب اللي موجودة للحفاظ طبعا على القدرة الشرائية والحفاظ على قيمة الزيادات. ينبغي تفعيل طبعا الرسوم اللي كانت مرتفعة، ومش فقط في الجانب هذا، هناك نقطة أخرى متعلقة بتفعيل الاستثمار، لأنه لا يمكن الحديث على مردودية ولا حديث على القدرة الشرائية إذا لم تكن طبعا خلق للثروة. نظن هذا الإيجاب اللي موجود في قطاعات متعددة، شفنا مشاريع متعددة انطلقت، سواء بالنسبة لقطاع طبعا الطاقة، سواء بالنسبة لي حتى بالنسبة لقطاع المناجم، حتى بالنسبة لقطاع الفلاحة. نظن أنه أعطت بديل في المراحل القادمة بالنسبة للمداخل، لأنه شفنا انخفاض نوعا ما بالنسبة للمداخل المحروقات. السنة الماضية كانت تقريبا 105، هذا العام تقريبا
80 مليار دولار، رقم كبير جدا، ولكن شفنا انه تم استبداله بقطاعات اخرى. حاجه الاولى التطبيق من خلال النموذج الاقتصادي الذي طبعا تريد السلطات العموميه الوصول اليه، هو كيف يمكن تفعيل القطاعات الاخرى خاطئه او خارج قطاع المحروقات، الى طبعا جانب قطاع مهم جدا اللي هو الغاز. اليوم اصبحنا من بين طبعا الاوائل في 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 بحر الابيض المتوسط، وحتى بالنسبه لي قضيه الموثوقيه اللي كسبتها الجزائر من خلال تصدير هذه المنتجات في اوروبا وحتى انه دول اخرى. اذا يجب العمل على عده نقاط، لانه السيد الرئيس الجمهوري كان ركز على نقطه مهمه جدا وقال انه راح نركز في المراحل القادمه على زيادات، وبعدها قضية إشكالية الدينار، لأنه المراحل السابقة كنا نحكي على فقط مراحل سابقة كنا نحكي على كل المفكرين والموجودين في الجزائر وحتى المسؤولين يفكروا في تخفيض الدينار. نظن أن تعويم الدينار ليس طبعا بالحل في ظل الإمكانيات اللي موجودة في الجزائر، ينبغي استغلال طبعا هذه الثروات في المراحل القادمة للولوج إلى أرقام بالنسبة لي ومؤشرات اقتصادية مهمة. نظن أنه البنك العالمي اليوم يرحب ب نعود لهذه النقطة. الدكتور تيغرسي، السيد كواشي، يعني تحدثنا عن الأجور لكن نتحدث أيضا عن الميزانية الضخمة التي خصصتها الدولة بخصوص ميزانية 2024، حيث تقدر الموازنة الجزائر ل 2024 بحدود 112 مليار دولار. ميزانية الجزائر تضمن أيضا ميزانية تسيير كبيرة، وهذا من أجل رفع الأجور لفائدة العمال. نعم، أعتقد أنه قبل أن أجيبك على هذا السؤال أود أن أنوه فقط بالمقاربة التسييرية الجديدة التي أتى بها رئيس الجمهورية، وهي المقاربة الإدارة بالأهداف. رئيس الجمهورية دائما كان يقدم لنا أهداف محددة، وهذا ربما طابع إيجابي لم نكن نراه مسبقا. يعني دائما نحدد أهداف ونسعى إلى العمل لتحقيقها. قال عندنا ناتج وطني خام 400 مليار دولار في غضون سنة 2026، معدل تضخم من 8 إلى 4% يجب تقليصه، إلى غير أهداف أخرى، وهذا شيء إيجابي. وهذا في إدارة الأعمال وفي المانجمنت تعتبر إذا مقاربة جديدة، تحديد التارجت، تحديد الهدف الذي نسعى إليه هو مهم جدا. الشيء الثاني هو الأهداف التي ربما أعلن عنها رئيس الجمهورية، هي ليست أهداف كيفية ولكن أهداف كمية عددية رقمية يمكن تقييمها فيما بعد. إذن يجب التنويه بشدة بهذه المقاربة التسييرية الجديدة. رئيس الجمهورية حدد أهداف وحدد الإطار الزمني لتحقيق هذه الأهداف، وأيضا أهداف رقمية وأهداف عددية يمكن فيما بعد تقييمها. ونتمنى أن تعمم هذه المقاربة لتشمل جميع ربما الهيئات هنا في الجزائر، لأن تحقيق الأهداف هي ليس مسؤولية رئيس الجمهورية فقط أو الحكومة أو الوزارات، بل مسؤولية أيضا الجماعات المحلية، الولايات، وحتى الجمعية المجتمع المدني والمجتمع بشكل عام. هذه النقطة أساسية أود التنويه عليها. أما فيما يتعلق بميزانية هذه السنة، وهي ميزانية ضخمة، أكبر ميزانية في تاريخ الجزائر المستقلة، الجزائر استمرت من خلالها في دعم الشق الاجتماعي. كما أعلن رئيس الجمهورية هناك زيادات تم تحقيقها في الأجور بمعدل 47%، وأن في غضون سنة وفي أفاق سنة 2026 سوف يتم استكمال 53% المتبقية. وهناك اهتمام أيضا ليس فقط بزيادات في الأجور ولكن بتحسين القدرة الشرائية من خلال أيضا محاربة التضخم. رئيس الجمهورية أعلن أنه سوف يتم إعلان حرب على التضخم الذي سوف ربما الذي أثقل كاهل المواطن الجزائري تقريبا في حدود 8%. أعلن أنه سوف يتم العمل للتحكم فيه وتقليصه إلى معدل 4%. ليس بالشيء سهل لكنه ممكن جدا بالنظر إلى المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تم إطلاقها في هذا الأمر، أكثر من 6000 مشروع، 6103 مشروع استثماري، من المفروض أنه يوفر تقريبا 150,000 منصب عمل. هذه المشاريع عندما يتم إطلاقها، ورئيس الجمهورية أعلن أنه نسبة كبيرة من هذه المشاريع تم الشروع في إنجازها فعلا، وسوف يتم الانتهاء من إنجازها في غضون سنة 2026. عندما تدخل هذه المشاريع حيز الخدمة سيزيد المعروض السلعي، ونعلم جيدا في الاقتصاد بأن التضخم هو الارتفاع العام في الأسعار، ومحاربة التضخم تكمن في زيادة المعروض السلعي. فأعتقد أنه من خلال زيادة المعروض السلعي وأيضا
إيجاد سياسة أيضا من أجل رفع من قيمة الدينار الجزائري، وهذا يدخل في إطار سياسة البنك المركزي الجزائري. كل هذه السياسات سوف تدعم أيضا القدرة الشرائية للمواطنين، لأن لاحظنا في السنوات الأخيرة زيادات في الأجور لكن رافقتها ربما زيادات في الأسعار، لذلك المواطن لم يحس نوعا ما بهذه الزيادات في الأجور. لكن رئيس الجمهورية تفطن لهذا الأمر وأعلن أنه سوف يتم الخفض والتحكم في معدلة التضخم، وهذا التضخم سوف يزيد من القدرة الشرائية للمواطنين. شكرا بروفيسور بوشامة. يعني تحدث سي كاوشي كواشي على جملة من النقاط، لكن من بين النقاط التي تم التطرق إليها هي نسبة النمو 4.2 في الجزائر. الجزائر اليوم تحقق نسبة نمو 4.2، اليوم المطلوب كيف يمكن المحافظة على نسبة النمو هذه في ظل هذه التغيرات الاقتصادية العالمية؟ أولا أريد أن أشير أن اللقاء مع الصحافة هو تقييم إنجازات، وفي هذا البلاطو تكلمنا كثيرا عن تقييم إنجازات السياسة الاقتصادية المتبعة والممنهجة منذ 4 سنوات. 4.2% هي معدل للنمو لازم المحافظة عليه خلال سنة 2024 25 و26، وهناك تطابق تام مع خبرة صندوق النقد الدولي لو فون مونيتير انترناسيونال لو اف ام اي، ولقد أصدر هذا الصندوق يوم 27 مارس 2024 تحليل للوضعية الاقتصادية الجزائرية، وهو صراحة يتكلم عن هذا الموضوع وحول معدل النمو 4.2. لماذا؟ لأن 4.2 تم تحقيقها في 2023 خلال سنة 2023 وسنحافظ. زيادة على ذلك أن المحروقات حققت حوالي 4.5% وخارج المحروقات 4.1%. إذن الناتج المحلي الإجمالي نتاعنا بالدولار 247 مليار دولار. إذن هناك تطابق تام مع الإحصائيات المقدمة من قبل الديوان الوطني للإحصائيات والخبرة والإحصائيات تاع صندوق. إذن ماهوش فيه مزايدة ولا، إذن هي أشياء واقعية يمكن المحافظة عليها والوصول إلى 400 مليار دولار بشروط ثلاثة. معناتها المحافظة على معدل النمو 4.2 في 2024 25 و26 وإنجاز المشاريع الاستثمارية، ورئيس الجمهورية تكلم على المشاريع الاستثمارية وخاصة عندما تكلم على أن هناك مستثمر عربي محترم يريد أن يستثمر حوالي 800 مليون دولار. هو تكلم فقط على هذا، ولكن هناك أيضا روسيا وماليزيا إلى آخره. ومثلا عندما نتكلم على روسيا، روسيا من اللي هي تدخل في الاقتصاد الجزائري الآن بتأني، تريد أن تنشئ مصنع الألومنيوم الأخضر في عين تيموشنت، يخلق مباشرة 7500 منصب عمل، وعلى المدى القصير يزيد 2500 عمل، معناتها 7750 منصب عمل. هذا شيء ماهوش قليل. إذن الآن يمكن أن نقول من ضمن هذه المشاريع التي تكلمنا عليها، إذن نصف انتهى بدأ. ثم هناك من لازم استقرار، احنا مازال مرتبطين بالمحروقات، هذا الواحد ما نتكلموش في الفراغ، خاصة وأن الخبراء الاقتصاد احنا مازال. إذن لازم يكون استقرار في سوق البترول، حتى لماذا؟ لأن البرميل الواحد كان متوسط نتاعو السعر نتاعو 84 دولار في 23 و24. إذن إذا وصلنا إلى إنجاز المشاريع، معناتها هذه النصف نتاعها اللي بدأ من 6000 مشروع والسوق السوق البترولي، إذن من الممكن جدا أن نصل إلى معدل نمو 4.2 أو أكثر شوية، معناتها 4.8، هذا حسب الدراسة التي قمنا بها، حتى لا أطيل عليك الكلام. شكرا لك بروفيسور. بروفيسور ديبي، يعني رئيس الجمهورية تحدث عن نقطة مهمة جدا وهي حماية العملة الوطنية والرفع من قيمتها. اليوم كيف يمكن إعادة تقييم العملة الوطنية؟
بطبيعة الحال العملة الوطنية كأي عملة أخرى في العالم تستمد قيمتها من ما تقدمه الدولة من إنتاج يسوق على المستوى الدولي، فزيادة الطلب على العملة المحلية هو الذي يرفع من قيمتها، وهذه زيادة على الطلب لن يتأتى إلا بزيادة في الإنتاج وفي معدلات النمو بوتيرة متزايدة. كيف نزيد من نسبة النمو؟ معدلات النمو تزيد بزيادة الإنتاج. نحن نعلم أن البيبي في أي دولة يحتسب بالاستهلاك الخاص زائد الاستثمار زائد الإنفاق العمومي صادرات نقص الواردات، وبالتالي أنت كل ما تنتجه خلال السنة ما يزيد عن ما أنتجته السنة السابقة، هذا هو الذي يحقق لك معدل النمو. لا يمكن أن يحدث لنا معدل نمو، الآن نحن نتحدث عن معدل نمو 4.2%، هذه هي الثروة الإضافية التي سوف يتم خلقها في المستقبل، لكن لكي نصل إلى أن يصبح النظام النقدي أو العملة الجزائرية عملة مستقرة، عملة تنافسية في سوق الصرف أو تتحسن قيمتها في المستقبل، لدينا طريقين. إما أننا نلجأ إلى ما نحن نقوم به الآن وهو عملية سعر الصرف المدار أو أدمينستري، معناها البنك المركزي هو الذي يحدد قيمة العملة مقارنة بالعملات الأجنبية بالتحديد بالدولار، لكن لكي يتمكن البنك المركزي من المحافظة على هذا سعر الصرف بقيمة معينة أو بمعدل تبادل معين، يجب أن يكون لديه من الاحتياطات النقدية بالعملة الأجنبية ما يلبي طلب المستثمرين الذين يطلبون العملة الصعبة، لأنه أي جزائري يريد أن يستثمر أو يريد أن يستورد يجب أن يطلب الدولار. إذا حددت أنت 1 دولار أمريكي يساوي 100 دينار جزائري، معناها أي مستثمر يطلب الدولار سوف تبيعه بهذه العملة، لذلك يجب أن يكون لدينا رصيد كبير من العملة الصعبة على مستوى احتياطاتنا في البنك المركزي حتى نتمكن من الدفاع على قيمة معززة للدينار الجزائري، ولكن هذه القيمة ما الذي يعززها حقيقة هو الرفع من مستويات الإنتاج، تشجيع الاستثمار، السعي في رقم كبير قدمه السيد رئيس الجمهورية البارحة، ونظن أنه هو الرقم المفتاحي لما تكلم عن استصلاح الأراضي الفلاحية في الصحراء، قدم لنا أنه في الجزائر 3.5 مليون هكتار للاستصلاح، لم يستصلح منها خلال كل العقود التي مرت سوى 100,000 هكتار، وبالتالي لدينا مشاريع كبيرة على المجال الزراعي تمكننا من الرفع من مستويات الإنتاج. مستويات الإنتاج في القطاع الفلاحي ما الذي تمنعه؟ توقف لنا فاتورة الاستيراد من الخارج، تعزز لنا إمكانيتنا في التصدير إلى الخارج، تخفض من الأسعار في الداخل، وبالتالي القدرة الشرائية تتحسن، معدل التضخم تنخفض، وبالتالي قيمة الدينار الجزائري تتعزز، حتى إيراداتنا من العملة الصعبة تصبح هناك إيرادات من العملة الصعبة. لن ننتظر سوق النفط هل يتغير أو لا. لماذا؟ لأننا نوعنا من الاقتصاد الجزائري، بالتالي هذا التنويع والذهاب إلى الرفع من مردودية القطاعات. القطاع الصناعي تحدث السيد رئيس الجمهورية قال أنه ارتفع في مساهمته في الناتج الداخلي إلى حدود 5%، يجب الرفع من هذا المستوى إلى حدود 10%، أو 10% معناها هو الضعف عما نحن ننتجه حاليا. القطاع الفلاحي تحدثنا عليه، وهناك كذلك قطاع آخر وهو القطاع المنجمي. لما نشوف الخبراء تاع القطاعات المنجمية التي تتحدث مثلا عن تمن راس التي تحوز أكبر احتياطي من مادة الجرانيت والرخام بمئات الكيلومترات في الصحراء الجزائرية، هناك من يتحدث عن طاقة اليورانيوم، هناك من يتحدث عن طاقة الفوسفات والذهب، إذن هذا هو المجال الذي يجب أن تذهب إليه الجزائر لرفع من إنتاجها وتقوية تواجدها في أسواق الدولية وتعزيز قيمة الدينار الجزائري بطريقة حقيقية في السوق. لكن هل تحدثنا عن العملات اليوم، الجزائر هل هي بحاجة إلى تنويع العملات الصعبة؟ اليوم نتعامل غير بالدولار أو الأورو، هل يمكن تعاملوا بالين، تعاملوا بال؟ لا، في احتياطات العملات الأجنبية في البنك المركزي، في السابق كان لدينا الدولار الأمريكي والذهب النقدي، الآن بعد ظهور اليورو تغيرت ترتيبه وأصبح لدينا جزء من الدولار الأمريكي، جزء من الذهب، جزء من اليورو، جزء من الين الياباني، جزء من اليوان الصيني والجنيه الاسترليني. هذه هي العملات الصعبة التي
هي تشكل سلة من العملات تدعم العملة المحلية، والجزائر تقوم بعملية المراجعة ما بين هذه العملات حتى تتمكن. ما يخفكش أننا نحن نصدر بالدولار الأمريكي ونستورد من أوروبا باليورو، وبالتالي أي تغيرات في قيم هذه العملات تؤثر على الاقتصاد الجزائري. لذلك انتهجت الجزائر سياسة الترجيح ما بين مجموعة من العملات الأجنبية، ونوعت مصادر تعاملتها في التجارة الخارجية حتى تأمن المخاطر على السوق الدولي. نحن في الاقتصاد نتحدث على تنويع المحافظ المالية، هل تنويع العملات المالية يعني يعكس عليها؟ بطبيعة الحال لما يكون عندك تنويع في محفظتك الاحتياطي من النقد الأجنبي، حتما ما سوف تخسره في تعاملاتك بعملات ما ستجنيه في تحسن عملات أخرى، وهذا هو الهدف من تنويع سلة العملات في تقييم الدينار الجزائري. شكرا لك أستاذ. دكتور تغرسي، اليوم مهم جدا تحدث رئيس الجمهورية على التضخم، خفض نسبة التضخم إلى 4% كأدنى حد. اليوم كيف يمكن وصول هذه النسبة؟ مهم جدا نحكي على التضخم، ولكن مهم جدا نحكي على التضخم المستورد. وهذا مهم جدا. العلاج قبل ما يكون التضخم على المستوى المحلي، كيف يمكن العلاج بالنسبة للتضخم المستورد؟ نظن كما كانت تذكر نقطة مهمة جدا، عن طريق تفعيل الاستثمارات الوطنية. نظن أنه ولما نقول تفعيل الاستثمارات الوطنية، شفنا التحفيزات اللي موجودة طبعا في قانون الاستثمار، شفنا أنه سيد الرئيس يحكي على 6103 مؤسسة مسجلة على مستوى طبعا الوكالة. شفنا أنه خلينا نقول لك رقم مهم جدا، 40 تقريبا مستثمر أجنبي مباشر، وخل 2019 وانا كنت برلماني ذاك الوقت ولا مستثمر أجنبي موجود. نظن هذا رقم مهم جدا، مش كبير، ولكن على الأقل استرجاع، بدينا استرجاع ثقة. قضية استرجاع الثقة بالنسبة للمستثمر الأجنبي والولوج إلى الاستثمار طبعا المحلي في عدة قطاعات. نقطة أخرى مرتبطة كذلك، مش فقط بالاستثمار، ولكن مرتبطة بعدة قطاعات، لأنه شفنا أنه في كثير من الحالات أنه يجب تنويع الإنتاج نتاعنا، لأنه شفنا طبعا لأنه سنوات وحنا نحكي على إشكالية التنويع. اليوم انطلقت العملية من خلال هذه العملية، أنه شفنا استثمارات في قطاعات. اليوم كمان يحكي لك قطاع الفلاحي مهم جدا، ولكن بالتجربة وقعت قريبا 6 مليون 7 مليون هكتار استغلتها في مراحل سابقة بالنسبة لسونطراك، ولم تستعمل في أرض الواقع. نظن أنه اليوم كان تشاور بين سونطراك وبين قطاع الفلاحي للعمل على سونطراك موجودة في العمق، والعمل الفلاحي موجود، وتبادل طبعا تبادل الخبرات ومنح طبعا المعلومات، وهذا اللي يزيد من الحركية بالنسبة للقطاع الفلاحي. نظن السيد الرجمة من خلال اليوم لحقنا الاستثمارات مهمة، استثمارات عمومية كبيرة، من بينها طبعا إشكالية السكك الحديدية، لأنه السيد رئيس الجمهورية قال 15,000. إذا وصلنا إلى هذا الرقم، أنه تذييل العقبات بالنسبة للنقل وحتى بالنسبة للتكلفة راح تنخفض بالنسبة للمنتجين. نظن أنه حتى بالنسبة للمشاريع التحويلية، لأنه لما نحكو إشكالية طبعا بعض المنتوجات والقيمة الخامة نتاعها، مثلا الحديد السعر نتاعو تقريبا حوالي 136 دولار بالنسبة للطن، نسمه وصلنا تقريبا 560، ولكن النهائي خلينا نقول لك الكوك تاع السيارة قريب 1000 دولار، معناتها تقريبا مش في الطن، تقريبا قنطار فقط. نظن انه يجب الولوج من خلال استقطاب طبعا تكنولوجيا، والولوج الى استثمارات التحويليه. وكثير من المرات السيد رئيس الجمهوريه كان زعفان بالنسبه لقطاع الصناعه، لانه شاف انه قطاع الصناعه هناك امكانيات وطنيه، وهناك طبعا استراتيجيه وطنيه من خلال المشاريع، لانه في كثير من حالات تخيل المواطنين ما فهموش معناتها دور المشاريع التنمويه ودور طبعا هذه الاستثمارات العموميه الموجوده في كل منطقة، لانه هي اللي ممكن تعطي حلول بالنسبة لي. اليوم مثلا طريق اللي سيد رئيس الجمهورية قال 2025 بالنسبة لي غردايا وكذلك منعة، اليوم دينا نشوف الفكرة، يبحث طبعا هذا المخطط وكيف ينجز هذه المشاريع بالقرب بهذه المنطقة. رئيس الجمهورية يتحدث على التنمية المحلية، يركز على التنمية المحلية واستحداث ولايات جديدة. نعم، الولايات الجديدة مهم جدا، مهم جدا هذه الولايات، لأنه حاجة الأولى ولايات حدودية حماية بالنسبة للجزائر، هذه الأولى. ولكن الفكرة والمقاربة الجديدة بالنسبة للجزائر ليش مقاربة أمنية؟ لا، مقاربة اقتصادية من خلال خلق حركية بالنسبة لهذه المنطقة. شفنا إن شاء الله تسرع في إنجازات المناطق الحرة، لأنه المنطقة الحرة راح نحكو على تندوف، وهنا دورها طبعا مهم جدا، ونحكو على كثير من الولايات اللي ممكن تعطينا حلول للولوج إلى أفريقيا. معناتها إشكالية التسويق بالنسبة للمنتوجات. حاجة واحدة أخرى، اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي، يجب تفعيل هذه الاتفاقيات ومراجعة هذه الاتفاقيات لتحسين طبعا المداخيل وضبط
ضبط العمليات الإنتاجية وحتى بالنسبة للعمليات التسويقية. شكرا لك أستاذ كواشي. يعني التقرير الأخير الذي أصدره البنك الدولي تحدث على توازنات مالية مهمة جدا للجزائر والأرقام صحيحة التي قدمتها الجزائر اليوم. كيف يمكن أو كيف حققت الجزائر كل هذه المعطيات الحقيقية، خاصة وأن وتيرة النشاط الاقتصادي هو في تسارع اليوم في الجزائر؟ نعم، أعتقد أن الجزائر دخلت في ديناميكية كبيرة. يعني منذ 3 أو 4 سنوات تم وضع ما يعرف بالبلاتفورم الأرضية، ترسانة كبيرة من القوانين، قانون جديد للاستثمارات، قانون المقاول الذاتي، قانون للعقار، إصلاحات كبيرة، محاربة للبيروقراطية. والجزائر الآن أصبحت تسترجع ربما مكانتها على الساحة الدولية. أيضا ربما ضم الجزائر منذ أيام على مستوى قمة الغاز، تم عقد قمة الغاز هنا في الجزائر. رجعت بقوة من خلال دبلوماسيتها الاقتصادية وحتى السياسية على مستوى الأمم المتحدة إلى غير ذلك. أعتقد وحتى أن الاستثمارات، الأستاذ تغرسي تكلم على 40 مشروع أجنبي مباشر، وهناك أكثر من 73 مشروع بشراكة مع الأجانب. هذا يدل على أنها رجعت الثقة لدى الدول الأخرى والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني. وهذا أستطيع القول أن المؤشرات الإيجابية، سواء معدل النمو 4.2%، سواء ربما مديونية صفرية أو احتياطي هام من العملة الصعبة، يأتي في خضم ربما الإصلاحات الكبيرة التي أجرتها الجزائر، وخاصة ما يعرف مثلا بسياسة التحكم في الإيرادات. في يوم ما كانت فاتورة الاستيراد كبيرة وكبيرة جدا، اليوم تم ترشيدها بفضل سياسة رئيس الجمهورية، وهذا من دون الإضرار بالمواطن وبمصلحة المواطن. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أتوقع أنه حتى ربما معدلات النمو السنوات القادمة سوف تكون أكبر من 4.2%، لأنه بصراحة إذا أردنا أن نبلغ مستوى 400 مليار دولار من الناتج الوطني الخام، يجب أن نحقق معدلة نمو تفوق 5%، وهذا ممكن جدا في إطار الديناميكية التي أصبح يعيشها الاقتصاد الوطني. ومن أهم المسرعات التي يمكن التعويل عليها هو مسرع الطاقة، القطاع الطاقوي، لأنه لا يخفى عليك قطاع الطاقة في الجزائر هو قطاع هام جدا ويجب استغلاله. ورئيس الجمهورية أمر مثلا فيما يتعلق بالغاز زيادة كمية الغاز المصدرة إلى أكثر من 100 مليار متر مكعب، وسوناطراك منذ أيام أعلنت عن خطتها الاستثمارية 50 مليار دولار. قطاع الطاقة سوف يكون قطاع مساعد جدا، سواء قطاع الطاقات الأحفورية أو الطاقات البديلة، وهذا في خضم ربما احتياج السوق الدولية وخاصة السوق الأوروبية لكميات إضافية من الغاز وخاصة وأيضا من النفط. المسرع الثاني الذي يمكن التعويل عليه هو قطاع المناجم، و هناك ربما مشاريع ضخمة تم إطلاقها في شرق البلاد، مثلا مشروع الفوسفات، والذي سوف يجعل من الجزائر من أكبر الدول المصدرة للفوسفات على المستوى العالمي. في الغرب الجزائري مشروع غار أجبيلات، سوف ربما إيرادات ستفوق 10 مليار دولار سنويا على المدى القريب. في هناك منجم للزنك والنحاس في وادي ميزور. إذا مشاريع هامة، قطاع المناجم يمكن التعويل عليه. أيضا كما قلنا إطلاق مشاريع كبرى، أكثر من 6100 مشروع في الاستثماري في القريب العاجل، أكثر من نصفها في القطاع الصناعي. القطاع الصناعي ربما مساهمته في الناتج الوطني الخام حوالي 5% هي ضعيفة، لكن أتوقع أنه مع إطلاق المشاريع هذه كما قلنا أكثر من 50% من 6100 مشروع هذا هي في تخص قطاع الصناعة. أعتقد أنه وأتوقع أنه بعد إطلاقها سوف يصبح القطاع الصناعي يساهم على الأقل ب10% في الناتج الوطني الخام، ولتذكير صناعات كثيرة حققت ازدهار كبير على غرار الصناعة الصيدلانية التي حققت اكتفاء ذاتي بحوالي 70%. في الجهة الأخرى باختصار سيد كواشي، باختصار نعم باختصار في الفلاحة، رئيس الجمهورية ربما كان صريح، والآن عندنا ورقة طريق واضحة جدا. الاعتماد على زراعات معينة، مثلا فيما يتعلق بالمزارع النموذجية، رئيس الجمهورية أمر بتوجيهها إلى تخصصات معينة، خاصة إنتاج الحبوب وإنتاج أيضا الخضر والفواكه والزيوت النباتية، وهذا ما نحتاجه في الوقت الراهن، بالإضافة إلى إنشاء مزرعة نموذجية سوف تخفض من فاتورة استيراد الحليب. إذن الآن أعتقد بأن الرؤية لدينا واضحة ودقيقة بالأرقام فيما يتعلق باقتصاد الوطني في 2026. شكرا لك بروفيسور بوشامة. 3 نقاط تحدث عليها رئيس الجمهورية خلال لقائه الأخير هي القدرة الشرائية، رفع قيمة الدينار، وكذا خفض التضخم. اليوم
كيف يمكن تحقيق التوافق بين هذه النقاط الثلاث؟ التضخم، خفض التضخم، رفع قيمة الدينار، ورفع القدرة الشرائية للمواطن. أولا هذه من العناصر الأساسية التي من اللازم أخذها بعين الاعتبار حتى يمكننا أن نحسن من سعر العملة، معناتها قدرتها التبديلية في السوق الخارجي. العملة أنا قلت أنها سلعة تباع وتشترى، وعندما أقول سلعة معناتها سوق، معناتها عرض وطلب. إذن العملة نتاعنا لازم يزيد عليها الطلب. كيفاش يزيد عليها الطلب؟ إذا وفرنا إنتاج داخلي وصدرنا المنتوجات نتاعنا إلى الخارج. إذن عندما يكثر عليها الطلب فهذا واحد من العناصر التي نحققه. ثانيا معدل التضخم وحنا تكلمنا عليه وما نرجعش عليه، ولكن الشيء الذي لم نتكلم عليه وهو وجود سوق موازي كبير في الجزائر، l'importance du secteur informel dans l'économie algérienne. هذا لازم ما نقدش نقول نقضيو عليه 100% في كل الاقتصادات بما فيها الاقتصادات المتطورة فيها سوق موازي، ولكن علينا أن نعالجه ويمكن نعالجه بالتدريج. ثم الشيء الرابع وهذا اللي لربما يأكد عليه إذا أردنا أن ننضم إلى البريكس، وهو لازم يكون عندنا سوق اقتصادي رقمي، مارشي ايكونوميك نوميريك. ما معناتها؟ كل المعلومات حول الاقتصاد نتاعنا لازم أن نجدوها. الآن كما قلنا التضخم كيفاش؟ لماذا؟ لأن التضخم هو الارتفاع العام لكل الأسعار، وكل الأسعار مرتبطة ببعضها البعض. احنا عشنا هذا الظاهرة تاع التضخم ماشي لوحدنا، حتى الدول المتطورة عاشت هذا في مرحلة الكوفيد، وارتفعت كل السلع والخدمات والنقل إلى آخره، النقل معناتها لو ترانسبور دو مارشانديز اللي كان يجينا. إذن احنا تأثرنا بذلك، والآن بما أن الأزمة خفت إذن السعر تاع السلع اللي كنا نستوردها بدأت الآن في استقرار ولا بدأت تنخفض نسبيا ما. إذن الآن حنا نقد نقول لك باللي من ناحية التحليل الاقتصادي من الممكن أن نواجه ذلك، وهذه المحاور التي تكلم عليها رئيس الجمهورية هي محاور اقتصادية ولازم نعالجوها اقتصاديا بالتدريج. ما نقولوش باللي غدوة ولا بعد غدوة رايح نحقق النتيجة. تحقق هذه الأمور خلال فترته الرئاسية على مدة 4 سنوات وشوية ونصف إلى آخره، لأننا رايحين نروحوا لانتخابات رئاسية أخرى. إذن هذه سياسة اقتصادية عندما تكون مبرمجة، عندما تكون ممنهجة، وعندما تكون هناك أهداف محددة مسبقا، ولكن أهداف حقيقية. ما نبقاوش نقعدوا في الخيال، رايحين نديروا رايحين نديروا رايحين نديروا. الآن حتى رئيس الجمهورية وبكل صراحة عندما خاطب الشعب عبر وسائل الإعلام تكلم بكل شفافية، قال هناك مستثمر عربي محترم، هناك روسيا، هناك ماليزيا، تكلم عليهم بكل شفافية، معناتها أنه يتحكم في هذه المواضيع. ولأول مرة رانا نشوفه رئيس جمهورية يقدم التقييم نتاعو كل 3-4 أشهر أمام الصحافة، إذن أمام الملأ، إذن أمام الشعب الجزائري. إذن هذه الأشياء ممكنة. الآن السوق، هذا نقول لك به الخلاصة، السوق الجزائري أصبح سوق جذاب يستقطب المستثمرين. أن نقول لهم في 2018 ما كانش عندنا مستثمر أجنبي، الآن الأجانب في تنافسية لأخذ الأسواق الجزائرية. وعندما نقول استثمار أجنبي ما هو جاي باش يبوركنا، لا، جاي باش يربح دراهم. فأني عارف بأن السوق الجزائري الآن يمكن أن يحقق فيه أرباح، وأرباح كبيرة. لماذا؟ لأنه زيادة على ذلك السوق الجزائري أصبح سوق أفريقي.
إنهم ينظرون إلى الجزائر كسوق شمال إفريقيا. حققنا لهم لا ترانساريان إلى حتى وزيد رايحين نخلقوا 4 أو 5 نتاع مناطق حرة. إذن الناس الآن الأجانب المستثمرين الأجانب ينظرون إلى الجزائر كسوق شمال إفريقيا لأنه يسمح للولوج لبقية الأسواق وعندنا موانئ، عندنا طريق سيار، عندنا إلى آخره اللي رايح وصل هذه السلع إلى هذه الدول الإفريقية. والدول الإفريقية الناس تاني ما يغلطوش، ما يحسبوش بأن الجزائر لأنهم يحبوها وبلد ثورة، لا لا لا، لأن المنتجات نتاعها والخدمات نتاعها هي عندها نوعية وعندها طاقة تنافسية إذا ما قرنت بالمنتجات الأخرى. لماذا؟ لأنها تروح للمالي كاين المنتجات الصينية، كاين المنتجات الروسية الفرنسية إلى آخره، والناس يروحوا للمنتجات الجزائرية لأنها يجد فيها النوعية ويجد على هذاك الدينار. أنا قلت كل مرة نقول هو السيادة تاع بلد. إذا وصلنا إلى الآن الدينار يتولى عنده قدرة تبديلية، معناتها il devient convertible، الجزائر خرجت من الأزمة الاقتصادية نهائيا. لماذا؟ لأن الطاقات تاعها كثيرة وكثيرة جدا. شكرا لك بروفيسور على كل هذه التوضيحات. سيد بروفيسور ديب، يعني تحدث رئيس الجمهورية على 6000 مشروع على طاولة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، أكيد من هذه المشاريع هناك مشاريع استثمارية أجنبية. اليوم نتحدث عن الاستثمار الأجنبي المباشر، أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في الخزينة العمومية وبالنسبة إلى البنك المركزي من ناحية العملة الجمهورية. أولاً الاستثمار بصفة عامة هو شيء إيجابي خلاق للثروة في أي اقتصاد سواء كان محليين أو أجنبيين. الفارق الوحيد هو أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو الذي يأتينا بأموال أجنبية بعملات أجنبية بخبرات أجنبية بتكنولوجيا أجنبية، ويمنحنا إمكانية أننا نحتك بذوي الاختصاص ربما في مجالات لا نتحكم فيها. الاستثمار الأجنبي المباشر أول الفوائد دياله هو دخول العملة الأجنبية للبنك المركزي، وهذا طلبا للعملة المحلية التي سوف يتم توظيفها في السوق المحلي، وهذا بمفرده يعزز من تماسك قيمة العملة المحلية ويرفع في بعض الأحيان من أسعار صرفها في 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 القريب العاجل. الشيء الثاني هو هذه الاستثمارات التي سوف تنقل لنا خبرات أجنبية. أولا سوف تمكننا من الرفع من إمكانياتنا في تحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات التي سوف ننتجها. الشيء الثاني أنها سوف تقلل لنا من معدلات البطالة بالتوظيف المباشر والتوظيف الغير مباشر لخريجي الجامعات ومراكز التكوين والتوظيف والتشغيل مختلف أصناف العمال. الشيء الثالث هي أنها سوف تزود الخزينة العمومية بمختلف الرسوم والضرائب. الشيء الرابع أنها سوف تمنحنا طاقة تصديرية للخارج لجلب عملة صعبة، كذلك تدعم الدينار الجزائري والقدرة الشرائية. كل هذا الشيء إذا ما زدنا أضفنا له أنه هذا الوجود تاع الاستثمار الأجنبي المباشر هو عنده أثر على الاستثمار المحلي بحيث أنه يخلق مجالات للاستثمار بالنسبة للمتعاملين المحليين، ويرفع من نسبة الاندماج الصناعي من طرف متعاملين محليين. كل هذه خاصة بنقل الخبرات، لأننا الآن ما يخفاكش أننا أمام معضلة الذكاء الاصطناعي، والذي لما نتتبع البورصات العالمية مثلا نجد أن الذكاء الاصطناعي مكن البورصات العالمية كلها خلال نهاية السنة وبداية السنة الحالية من الرفع من أرباح ضخمة بمجرد استخدامها للذكاء الاصطناعي. هذا الاستثمار الأجنبي المباشر إذا ما كان صاحبته تكنولوجيا حديثة واستخدام للذكاء الاصطناعي حتما سوف يقفز بالجزائر قفزة نوعية، خاصة في مجال تحقيق معدلات نمو كبيرة وناتج داخلي خام محترم. شكرا لك دكتور تغرسي. اليوم سيد بوشامة تحدث على نقطة مهمة جدا وهي
الاقتصاد الرقمي. أنت دائما ترافع على رقمنة القطاعات، رقمنة القطاعات، كيف يمكن تحقيق هذا الاقتصاد؟ نعم، الحمد لله أن السيد رئيس الجمهورية أخذ قرار مهم جدا بالنسبة لوزارة الرقمنة في البداية، ثم أصبحت طبعا هذه الوزارة تبع للرئاسة اللي فرض، لأنه في كثير من الحالات كنا نرافع من كثير من الإدارات يجب أن تكون على مستوى الوزير الأول أو طبعا الرئاسة، لأنه باش تقدر تغطي كل القطاع وتشرف على كل القطاعات فيما يخص المنظومة الرقمية، لأنه إشكالية في حتى نشوفوا قطاعات مرقمنة بشكل جيد، ولكن قضية التكامل بين القطاعات غير موجودة. إذن المرحلة القادمة مهمة جدا، حاجة الأولى باش نحقق شفافية، الحاجة الثانية باش نحقق منظومة إحصائية للمنتوجات الوطنية، الحاجة الثالثة أن قضية الدفع الرقمي والدفع طبعا التكنولوجي مهم جدا، لأنه خلينا نقول لك أنه لأنه كما يعرف لغة الاقتصاد لما نحكي على إشكالية الناتج نضيف ما هو الناتج، طبعا هو سرعة تداول النقود ومضروبة في كمية تداول، معناتها أنه لما تكون عندنا منظومة رقمية راح تعطينا سرعة تداول النقود وتعطينا زيادة بالنسبة للنتج. هذا يبان نظرية اقتصادية، ولكن الواقع رانا نشوف أنه الحركية أموال موجودة في سوق الموازية مكتنزة، ما هي طبعا مستثمرة، ما هي مستغلة. ما هي نظن أنه الرقمنة الحل الأساسي بالنسبة للمنظومات. بالنسبة لي اليوم نحكو على قطاع فلاحي، والسيد رئيس الجمهورية قال أن الجمل الإحصائي في قطاع الفلاحة غير موجود، لانه ما كانش منظومه رقميه، ما قدرناش نوصلوا الى تطبيقات طبعا بسيطه يمكن انه نعرف. وهنا الى ما عندكش المنظومه هذه الرقميه والبيانات الرقميه في الجانب هذا، ما انت حتى القرار في المستقبل راح يكون نسبه الخطا كبيره فيه. معناتها انه في كثير من الحالات نقولوا في لغه الاقتصاد الخطا 5%، ولكن ما عندكش معرفه بالنسبه للانتاج تاعك. السؤال اللي نطرحه، ما عدد المؤسسات اللي موجوده في الجزائر؟ حتى نوعيه المؤسسات ما نعرفش العدد تاعها. يجب طبعا الولوج الى منظومه رقميه، في حتى اشكاليه بالنسبه للدعم الاجتماعي. الدعم الاجتماعي تقريبا اليوم وصلنا الى تقريبا 4500 مليار، اللي هو 35 مليار طبعا دولار. نشوفوا انه من يستفيد من الدعم الاجتماعي ما عندوش الحق في الجانب هذا. اذا راح لو نستعمل منظومه رقميه حقيقيه، راح نقول لك اللي فاتوره ممكن نخفضها الى 10 و15 مليار دولار، لانه شاهدنا انه كثير من الاخطاء الموجوده في تقريبا كل القطاعات، كل القطاعات يعيشوا اشكاليه لمنظومه رقميه. وحتى المنظومه، لانه لما نحكي على المنظومه الرقميه نحكي على المنظومه الاحصائيه اللي تعطيك طبعا سرعه اتخاذ القرار وتعطيك ايجابيه وتاكد، لانه نعيش في حاله عدم التاكد والتاكد. لما ما تكونش عندك معطيات حقيقيه وما تكونش عندك منظومه رقميه راح تعيش طبعا في حاله التاكد. وكثير من القرارات اليوم مثلا بالنسبه للحليب السنه الماضيه شفنا انتاج وبعد السلطات العموميه زاد الانتاج، لانه ما عندناش منظومه حقيقيه بالنسبه للطلب وبالنسبة للعرض وبالنسبة لقضية الإنتاج بالنسبة لقضية العقار بالنسبة لكثير من الأمور. نظن أنه هناك عمل كبير فيما يخص المنصات، انطلقت العملية. نعطيكم في مثال فقط المنصة الرقمية بالنسبة للاستثمار، مهم جدا اليوم تقريبا أعطت مساواة، وهنا عشق الشفافيه. نعم، تعطى مساواه، تعطى الحريه، واعطى طبعا الشفافيه، لانه السؤال اللي كنت نطرحه في المرحله السابقه، لما يكون عندنا عقار واحد ويكون عندنا 100 طلب، لما تحط المعايير ما انت تدخل المشروع ويدخلوا كلهم، يخرج هو يخرج لك مباشره بطريقه آلية يخرج لك طبعا المستثمر. اذا وجب طبعا الولوج والرهان طبعا المستقبلي على قضيه الرقمنه في كثير من القطاعات الوزاريه وتحقيق التكامل، لانه لا يمكن قلت لك الحديث على قطاع مرقمن والاخر ناقص والاخر لا، ينبغي تحقيق هذا التكامل. ونظن ان السلطات العموميه انتبهت الى هذا المشكل وفرضت طبعا سلطه عليا تابعه لسيد رئيس الجمهوريه. شكرا لك دكتور. السيد كواشي، يعني بما أن الدكتور تغرسي تحدث على تحقيق الشفافية في الفعل الاستثماري، تم تنصيب لجنة طعون على مستوى الرئاسة، هي آلية أخرى لإضفاء الشفافية للفعل الاستثماري والدعم الثقة بين المستثمر والدولة.
أخرى من حلقات الإصلاح لمناخ الأعمال هنا في الجزائر وتشجيع الاستثمار. هناك بعد إصدار قانون جديد للاستثمار وإطلاق منصة رقمية للعقار، وأيضا جاءت هذه الهيئة الأخيرة لتعطي أكثر شفافية وأكثر ربما أكثر عدالة ومساواة بين المستثمرين في الجزائر، وتعطي ربما ضمانات أكبر للمستثمرين. وأعتقد أن الأرقام الآن تتحدث عن نفسها، عدد كبير من المشاريع بقيمة حوالي 25 مليار دولار مسجلة الآن على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمارات، هو رقم ضخم جدا. 25 مليار دولار فيه أيضا استثمارات أجنبية مباشرة واستثمارات بشراكة، كل هذا ينوم على أن هناك ربما ديناميكية أكبر، وهناك الآن ربما ثقة لدى المستثمر سواء كان محلي أو أجنبي في الدولة الجزائرية. وخاصة قانون الاستثمار ضمن مزايا عديدة للمستثمرين، خاصة فيما يتعلق بالتحكيم واللجوء للتحكيم الدولي فيما يتعلق بالمستثمرين الأجانب. أعتقد أننا الجزائر خلال السنوات الماضية هذه استكملت ربما بناء الأرضية لبلاتفورم، والآن راح ندخل في نسق آخر متسارع، لأن الآن تم تسجيل عدد كبير من المشاريع، دون أن ننسى أيضا المؤسسات الناشئة التي تكلم عنها رئيس الجمهورية. الجزائر الآن أضحت تحت المراتب الأولى في إفريقيا من حيث المؤسسات الناشئة، وأعتقد أنه خاصة مع إطلاق ربما ديناميكيات جديدة للتمويل وآليات جديدة لتمويل المؤسسات الناشئة، أعتقد أن هذه المؤسسات الناشئة سوف يكون له دور أكبر في الاقتصاد، وسوف يكون للشباب بشكل عام دور أكبر في بناء الاقتصاد الوطني. إذا نعتقد بأن الجزائر الآن من ناحية الاقتصادية دخلت في ربما نسق آخر أكثر سرعة. الآن نتكلم على ناتج وطني خام 400 مليار دولار، نتكلم على معدل نمو وطني يتجاوز 4%، التحكم في معدلات التضخم بلغة الأرقام هي أرقام كبيرة. للتذكير فقط بأن الآن حاليا ومنذ سنتين وسنوات في دول كبرى ودول صناعية ودول أوروبية معدلات النمو فيها صفرية، يعني 0.5 أو 0.6% سنويا، الجزائر استطاعت تحقيق معدلات نمو أكثر من 4%. هذا يدل على أن ربما عن مدى متانة السياسة الاقتصادية الجزائرية، والأهم من كل هذا أنه الحمد لله أصبحت لدينا الآن رؤية محددة وواضحة ومرقمة بالأرقام، يعني ما وش حابين نوصله، ما هو الهدفنا مثلا في سنة 2026 في كل القطاعات، في الفلاحة وفي الصناعة وفي قطاع المؤسسات الناشئة وفي قطاع الخدمات وفي قطاعات كثيرة. أعتقد أن الاقتصاد الجزائري يسير في الطريق السليم والقادم وأفضل، وأتوقع كما قلت لك أن معدلات النمو الاقتصادي في العام القادم ستتجاوز حتى ربما 5%. شكرا لك بروفيسور بوشامة. القطاع الفلاحي أيضا أخذ حيزا هاما من خلال هذا اللقاء، حيث دعا يعني من خلال اللقاء رئيس الجمهورية يدعو إلى إعادة هيكلة القطاع الفلاحي. كيف تنظر إلى القطاع الفلاحي اليوم في الجزائر؟ صحيح، إذا أردنا أن ننظر إلى القطاع الفلاحي هو يساهم في الناتج المحلي الإجمالي في حدود ما بين 14 و16% في كل الدول، لازم نعرفوا هذا. القطاع الفلاحي في الجزائر الآن تعرض منذ الاستقلال إلى يومنا هذا إلى تقزيم الأراضي الفلاحية. الآن رئيس الجمهورية يتكلم عن الإصلاح، معناتها الشيء اللي راه باقي ملك للدولة. أما إذا أردنا أن ننظر إلى القطاع الفلاحي بكل موضوعية، فلا يمكن للقطاع الفلاحي الحالي، هذا أساس دراسات وخلاصة دراسات، أن يلبي طلبات السوق الجزائري. لماذا؟ لأن كاين فلاح عنده 3 هكتارات، فلاح عنده 4-5 هكتارات إلى آخره، والدخل تاعه محدود. الفلاحة يمكن أن تتقدم إذا كانت هناك مساحات شاسعة، مثلا 1000 هكتار 2003. لماذا؟ لأن الفلاح هنا يمكنه أن يضع مخبر وبحوث وإلى آخره كما الدول المتطورة. القطاع الفلاحي الآن رئيس الجمهورية يؤكد على القطاع الفلاحي، معناتها القطاع الفلاحي الخاص، ويتكلم عن الاستصلاح الذي هو ملك للدولة ويعطيه للمستثمرين. وهنا لازم نفهموا أن في الدول المتطورة ما كاش حد
Il n'y a pas de mur, il n'y a pas de frontière entre le secteur industriel et le secteur agricole. Ma kainch had mertabtin ba3hom lba3d hada ykemmel l'akhar. Baghi ntkelmo al hydrogène, nsibou fi lfilaha w lakin nstamlou fi lsina3a. Baghi ntkelmo al taqat nsibouha hna w hna ila akhireh. Idan almaknana min raha tjiji min lsina3a. إذن القطاع الفلاحي الآن حاليا مقزم، لازم نوصل إلى قرار سياسي اقتصادي شجاع أنها نخلق سوق العقار الفلاحي كما خلقنا سوق العقار الصناعي. وسوق العقار الفلاحي هذا أشري الأراضي، خلي الناس تلتزم بأنك يتشارج إلى آخره وينتج. الناس حاسبين في الدول المتقدمة يدير الفلاح واش يحب، لا يمليو عليه واش يدير واش ينتج هذه السنة. إذا كان فائد يقولوا له حبس ونعطيك تعويض. إذن السياسة مرتبة كما رانا نديروها فيها في الصناعة لازم نديروها في الصناعة، ولكن الأمر هنا من ناحية المدة الزمنية تكون قصيرة بالخف نمروا في هذه الإصلاحات. لهذا السبب أقول أن القطاع الفلاحي صحيح يساهم، ولكن يمكنه أن يساهم أكثر، ويمكنه أن يصل في الجزائر إلى حدود 18% و19% في الناتج المحلي الإجمالي إذا قمنا بإصلاحات عميقة في هذا المستوى. إذن خاصنا أن مارشي فونسي أغريكول، فهمني؟ الناس راهم عاطينهم قطع أرضية، دير أنا كنا نسافر نجي للعاصمة والله العظيم تغيضك عمرك، تنظر على اليمين ولا تنظر على اليسار آلاف الهكتارات ضايعة ما دايرين فيها والو. هرا شوف تكلمنا فقط من حيث بداية العهدة الرئاسية على الزيتون أصبحنا نصدروه، حتى الناس الآن راهم يتقاتلوا على الزيتون نتاعنا، زيت الزيتون نتاعنا ياخذوه إلى تونس ويديروا في لومباكتاج ويعاودوا يبيعوا لدول أخرى إلى آخره إلى آخره. إذن عندنا إمكانيات كبيرة في القطاع الفلاحي، ولكن من لازم تكون عندنا سياسة شجاعة أننا نديروا إصلاحات عميقة في القطاع الفلاحي. بروفيسور شكون يعني السيد بوشامة تطرق الى عديد النقاط اللي في القطاع الفلاحي، فقط انه من حيث الاستراتيجيه يوجد استراتيجيه بالنسبه للقطاع الفلاحي. الحاجه الاولى انه هناك طبعا الرواق الاخضر اليوم نحتمى العقارات الكبرى 15000 هكتار، هذا اللي الحمايه قانونيه بالنسبه للمتعامل الاقتصادي وبالنسبه للاداره بالنسبه للولايات باش يكون استثمارات استراتيجيه. الحاجه الثانيه انه هناك دفتر شروط على مستوى الوزاره الفلاحه اليوم في كثير من العقار، قال الاستراتيجيه نتاعنا من خلال دفتر شروط تنتج القمح، تنتج الشمندر السكري، تنتج طبعا عباد الشمس، تنتج كذا، تحدد. اليوم هناك استراتيجيه لما يعطيك العقد يقول لك ها هو المشروع نتاعك وها هو واش نحتاج او ها هو مطلوب، ممكن لما تخالف ممكن يسترجع العقار في هذا المعنى. نظن انه هناك استراتيجيه من طرف وزاره الفلاحه وضروري نثمن هذه الاستراتيجيه. هناك نقطة أخرى كذلك على مستوى الرقمنة وعلى مستوى إحلال الحكومة الإلكترونية في تسيير الشأن الاقتصادي، لأنه العالم الآن متوجه إلى رقمنة اقتصاده والنقود الرقمية. لما كنا نتحدث على معدلات التضخم قبل قليل، فبمجرد أننا ننتقل إلى دينار رقمي أو إحلال النقود الرقمية في اقتصادنا، هذا يجعل من إمكانية اكتناز النقود وإبعادها عن المجال الاقتصادي صعب جدا، وبالتالي هذا يكون من بين المهام الكبيرة في محاربة السوق الموازية النقدية. كذلك هذا الشيء راح يسمح بأنه كل المعطيات الإحصائية وكل المعطيات التقنية بما يخص الاقتصاد، خاصة مع موجة الإحصائيات التقنية التي بشرتها الجزائر مؤخرا، تمكننا من أن نضع أمامنا ما يسمى بأن طابلو دبور، لوحة قيادة للاقتصاد الجزائري. إذن هناك عملية الرقمنة والحكومة الإلكترونية، هناك عملية التوجه لاستغلال القطاع الفلاحي بطريقة ناجعة، وهناك عملية تثمين المكتسبات المنجمية، الاستثمار في الطاقات المتجددة، والاستثمار في العنصر البشري. والشيء هذا كله يتلخص في مؤشر الIDH، الانديس دو ديفلوبمون هيومان، مؤشر التنمية البشرية، الذي سوف يمنحنا مدى تطور الناتج الداخلي الخام وعودته على المواطنين. لما نجي نشوفوا الجزائر من ناحية الناتج الداخلي
خام، فهي مرتبة في المرتبة 56 من بين 188 دولة، ومرتبة في المرتبة 100 من حيث نصيب الفرد من الدخل الدخل من الناتج الداخلي الخام. هذا يقول أننا نحن أمام نحن ننتمي إلى ثلث البلدان التي تحقق معدلات أو تحقق ناتج داخلي خام محترم، يعني 56 من بين 188، فهذا شيء مهم جدا. وإذا شفنا المقدرات اللي عندها الجزائر والتي لم تستغل بالطريقة التي تمكنها من أن تصل إلى مصاف الدول التي تحقق أرقام خيالية وترفع من الناتج الداخلي الفردي إلى مستويات كبرى، نقول أنه أمامنا مشاريع استثمارية كبيرة. ونزيد أكثر من ذلك، محاربة الفساد يجب أن تبقى بدون هوادة، لأنه كل الأعمال هذه بتوفر بؤر الفساد سوف يجعلنا نغني للأطرش كما يقال. شكرا لي دكتور تغرسي. اليوم الذهاب للمشاريع الاستراتيجية في قطاع الفلاحية، في قطاع الفلاحة اليوم من بين أهم المشاريع هو مشروع في ولاية أدرار من أجل تربية الحليب. اليوم الجزائر تستورد أكثر من 800 مليون دولار أكيد. لا مهم جدا نحكي السيد الرجمولي يحكي على هذا المشروع مهم، ولكن بنفس الفكرة كان مشروع في ولاية غردايا. طبعا في ولاية غردايا تقريبا يعطي عنده نفس الفكرة ونفس الإبداع. نظن أنه هذه الإمكانيات العقارية في المرحلة القادمة راح تولج لنا صناعة حولية بالنسبة للمنتجات الفلاحية. قلت أنه وجب فقط أنه تكون الاستثمارات عمومية، فق شق الطرقات وتوصيل الكهرباء في هذه المناطق. نظن أنه هناك إمكانيات وطنية كبيرة يجب استغلالها، وهناك استقطاب بالنسبة للإستثمار الأجنبي في هذه المجالات. وهنا وفق استراتيجية محددة من طرف وزارة الفلاحة لنوعية المنتج اللي راح نكون في المرحلة القادمة. شكرا لك أستاذ كواشي. اليوم القطاع الفلاحي يساهم بنسبة أو بقيمة 35 مليار دولار في الناتج المحلي الخام. أستاذ بوشما قال لك بأنه يمكن رفع هذه القيمة أو مضاعفة هذه القيمة، كيف في رأيك الحلول باختصار؟ نعم، أعتقد أن القطاع الزراعي أو القطاع الفلاحي حقق نتائج إيجابية، يعني لا يمكن إخفائها. هو القطاع الفلاحي الآن هو يحتل المرتبة الثانية كأكثر القطاعات ربما مساهمة في الناتج الوطني الخام بعد قطاع الطاقة. يساهم في الناتج الوطني الخام حسب الأرقام التي أوردها رئيس الجمهورية، القطاع الفلاحي يساهم ب 18% في الناتج الوطني الخام، وحقق إنتاج ما قيمته 35 مليار دولار. لكن بالنظر إلى مؤهلاتنا وقدرات الجزائر الكبيرة، أعتقد بأنه يمكن تحقيق أحسن والأكثر. وأكثر ربما أكبر رهان تعاني منه الفلاحة الجزائرية هي الرقمنة. يجب إدخال الرقمنة على هذا القطاع في أقرب وقت ممكن من أجل إحصاء الأراضي المسقية، الأراضي بشكل عام، عدد رؤوس الماشية بشكل عام إلى غير ذلك. وأيضا العمل على نمذجة واستنساخ نماذج لولاية معينة، خاصة ولاية الواد ولاية بسكرة، توسيع هذه التجربة هاتين الولايتين في العديد من الولايات الأخرى، خاصة الولايات الصحراوية، لأن مستقبل الفلاحة في الجزائر هو الفلاحة الصحراوية. أقول أنه إذا تم استنساخ تجربة ولاية الواد على 3 أو 4 ولايات في الصحراء أو في الجنوب الكبير، سوف نحقق الأمن الغذائي بأريحية ونصدر. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يجب التوجه إلى زراعات استراتيجية معينة وتكلم عليها رئيس الجمهورية، خاصة زراعة الحبوب. الجزائر هي تحتل المرتبة الثالثة أو الرابعة عالميا كأكبر مستوردي القمح في العالم، أيضا إنتاج الحليب. شكرا لك. إلى غير ذلك. الله يخليك. السيد بوشامة نختم معك، يعني اليوم الرهان أمام الجزائر هو رفع قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات بالإضافة إلى تخفيض قيمة الواردات، كيف يمكن الوصول إلى هذه المعادلة باختصار؟ الله يخليك. ولن نبدأ بالخاتمة، أنا جد متفائل للسياسة الاقتصادية المنتهجة، وهذا عن طريق خبرة تاع بحث تاع 42 سنة وأنا نبحث في هذه المواضيع في المخبر نتاعي. إذن أقول أنا متفائل. لماذا؟ لما عندما قرأت اليوم تصفحت ووجدت أن الناتج المحلي الإجمالي حسب السكن، دونك لو بي بي بار ابيتون، 4982 دولار. هذا شيء كبير ومهم جدا. التوافق ما بين الآن الزراعة والصناعة والخدمات كلها تساهم، وكلها تساهم في الناتج المحلي الإجمالي. أقول وبصراحة وأتحمل، الجنوب كان مهملا وكانت فيه طاقات إنتاجية هائلة. شوف فقط قرار خداوه، قال يلا نحبسوا ما نستوردوا لا تفاح ولا بنان ولا موز ولا حاجة أخرى،
ومصر والو في السوق الجزائري، راه عندنا برتقال احسن من البرتقال اللي كنا نستوردو، راه عندنا موز الى اخره. اذا طاقات هائله. اذا انا جد متفائل لهذه السياسه الاقتصاديه. شكرا لك بروفيسور بوشماش، خبير اقتصادي كنت معنا من محطه وهران، شكرا جزيلا لك. كما اشكر البروفيسور كمال ديب وهو استاذ جامعي، شكرا جزيلا لك. واشكر ايضا الدكتور هواري تغيرسي وهو استاذ جامعي وخبير اقتصادي، شكرا جزيلا لك. واشكر ايضا من محطه قسنطينه السيد مراد كواشي وهو استاذ جامعي، والشكر ايضا موصول لكم انتم مشاهدينا، دمتم في رعايه الله، الى اللقاء.